ويلكم تو ليرن انجلش ويز بس. انا محمد سعد، تعلم انجليزيه مع مستر محمد سعد. النهارده المراجعه النهائيه سنه تانية اعدادي، منهج نيو هالو الترم الاول، حل سؤال المحادثه. هنا بيقول complete the following dialogue. احل السؤال ده ازاي؟ اول حاجه اقرا الجمله اللي فوق وترجمها، هتفهمني حاجات كتير. اقرا المحادثه 5 6 مرات، كل ما اقراها هتلاقي الدنيا بتفك معايا. اشوف اطراف المحادثه مين، ممكن اطراف المحادثه بتديني معلومات عن المحادثه، عن المكان والزمان وعن ايه اللي بيحصل. السؤال بيعرفني الاجابه والاجابه بتعرفني السؤال. تمام، تعال كده نحل مع بعض. امل and Malak are talking about what they have to do at home. طبعا هنا have طبعا small، هو اول كلمه عنده هو مش عندي انا. امل: هاي ملك. ملك: هلو أمل. أمل: Do you space in your house؟ أنت بتعملي إيه في البيت؟ طب تعال كده نشوف الإجابة، أنا مش عارف حاجة. Yes I do. My sister and I to do that. يبقى هل انت بتعملي ايه في البيت؟ الواحد بيساعد في البيت، انا بترجم، لازم اترجم. يبقى do you help in your house؟ بتساعد في البيت. واحده بتكلم زميلتها عادي خالص، اديها المره دي yeah. اللون ده حلو. do you help yeah. do you help in your house؟ لازم تكون حافظ كلمات المنهج كله، ولازم تذاكر موضوعات المنهج كلها، تذاكرها كويس علشان تعرف تحل محادثة. اوكي تمام. Do you help in your house? Yes I do. أيوة، قلت لها أيوة بساعد في البيت. My sister أختي and I، وأنا إيه ده؟ To do that، نفعل ذلك. يبقى إيه؟ لازم نعمل ده، لأن هنا في to، يبقى في كلمة بتاخدها، يبقى have to. have to إحنا خدناها في المنهج معناها يجب أن للجمع، وhas to المفرد بتاعها يجب أن المفرد has to. يبقى have to عشان في عندي هنا، شفت اللي قبلها واللي بعدها، شفت المفرد والجمع، هو مفرد اهو، لا ده جمع هنا اهو. my sister and I، يبقى ياخده have to، have to للجمع. تمام. my sister and I have to do that، أختي وأنا لازم نعمل ده. تمام. أمل: what do you have to do Malak؟ طب ايه اللي لازم تعمليه؟ ده هو كمان في عندي جمله تحت بتعرفني اوصل لايه. تمام. ايه اللي لازم تعمليه يا ملك؟ ملك: I have to after meals. اترجم، انا مش عارف حاجه، انا لازم ايه بعد الوجبات؟ بعد الوجبات الواحد بيعمل ايه؟ ها يلا نفكر مع بعض. يا في بنات طبعا بعد الوجبات بتساعد مامتها and they wash up، بيغسلوا المواعين. يبقى لازم هنا اكتب wash up، بكمل المعنى بطريقة سهلة وبسيطة. wash up yeah. I have to wash up after meals. راح دخلت فيها شمال ملك. أمل قالت لها إيه؟ what your sister have to do. إيه ده؟ ده جملة عادية ولا سؤال؟ ده هنا سؤال. تمام، الفعل بتاعي have to، يجب أن بيجي وراه مصدر فعل. تمام، طالما هنا فعل في المصدر، يبقى هنا في فعل مساعد يدو يدظ في المضارع البسيط، لأن have to، have to في السؤال لازم الفعل المساعد بتاعها يدو يدظ. طب هختار do ولا does؟ هنا your sister مفرد، يبقى على طول does على طول، المفرد ياخد does. ينهار أبيض. تمام، شفتوا حلتها ازاي؟ انا معلمك ازاي تحل. يبقى what does your sister have to do؟ اختك مضطرة تعمل ايه؟ قلت لها she has to tidy up، هي لازم ترتب اوضتها. yeah she has to tidy up our room، ترتب اوضتنا every morning، كل صبح. طبعا هي بالنسبة له هي اول كلمة، لكن احنا لا. قلت لها هي مضطرة ترتب الأوضة بتاعتنا كل الصبح. أمل: you are very helpful. you are very helpful. قلت لها إيه ملك؟ thank you. قلت لها شكرا. تمام تمام، انتهى الفيديو بتاعنا. عجبك اديها سبسكرايب، اديها لايك، اديها شير. هعمل فيديوهات تغطي المنهج كل مراجعة. اي جرامر انت عايزه هتلاقيه في قوائم التسجيل. اشوفك على خير. جود باي، مع السلامة.